احتضنت العاصمة صباح اليوم تنظيم ندوة تحت عنوان الاقتصاد غير المصنف وترقية العمل لائق التحديات والفرص. وتسعى الندوة إلى بحث إشكالية الاقتصاد غير المصنف من خلال نقاش وبحث السبل الكفيلة بتطويره وتنظيمه ضمانا للإنتاجية والاستمرارية. الاقتصاد غير المصنف والعمل اللائق التحديات والفرص. تحت هذا العنوان بدأت فعاليات هذه الندوة المنظمة من قبل وزارة الوظيفة العمومية وعاصمة الإدارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر. وسيتلقى المشاركون فيها والذين يمثلون قطاع الوظيفة العمومية والنقابات وأرباب العمل مواضيع تتناول إشكالية الاقتصاد غير المصنف، التعريف والمعضلات والحلول، إضافة إلى مواضيع أخرى حول التأثير السلبي على تنمية المؤسسات الصغيرة. وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة أكدت في كلمتها أهمية هذه الندوة وما سيكون لها من أثر إيجابي في تفعيل وتطوير القطاع غير المصنف. تكتسي هذه الندوة أهمية خاصة لأنها تناقش موضوعا مهما يتناول الاقتصاد غير المصنف الذي يعتبر ركيزة أساسية إذا تم ضبطه وتنظيمه بشكل مناسب يراعي نظم الإنتاج والاستمرارية. ووعيا من قطاعنا بأهميته وضعت استراتيجية ملائمة تتميز بتطبيق القوانين الدولية للشغل تضمن حماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها خلال مزاولتهم لأعمالهم. وقد جاء تنظيم هذه الندوة في إطار سعي القطاع إلى وضع استراتيجية مناسبة للاقتصاد غير المصنف من أجل تفعيله وتنظيمه على أحسن وجه. من جانبه ثمن مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر جهد قطاع الوظيفة العمومية المتمثل في عقد مثل هذه الندوات. أغتنم هذه الفرصة لأحيي وأشكر كل الحاضرين على وجودهم معنا اليوم لتبادل الآراء وإثراء الحوار وتعميق التفكير في أنجاع السبل والآليات الكذيلة لمرافقة الشركاء الاجتماعيين في جهودهم لتحسين الظروف العملية بصفة عامة. إن انتشار الاقتصاد غير المنظم في جميع جوانبه يمثل تحديا كبيرا أمام حقوق العمال بما في ذلك المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وأمام الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائق والتنمية الشاملة، وله أيضا تأثير سلبي على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورها. ويدخل تنظيم هذا اللقاء في إطار سعي قطاع الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة إلى إبراز أهمية الاقتصاد غير المصنف وما له من تأثير إيجابي في تفعيل أداء الدورة الاقتصادية للبلاد. احتضنت مباني إذاعة موريتانيا انطلاق أشغال دورة تكوينية حول التقرير الإذاعي المكتمل منظمة بالتعاون بين الإذاعة الوطنية وهيئة الإذاعة البريطانية. يستفيد من الدورة التكوينية عدد من الصحفيين من محطات الإذاعة الجهوية وطاقمها الإنتاجي. يشارك في دورة التكوين حول التقارير الإذاعية المكتملة 20 صحفيا من محطات إذاعة موريتانيا الجهوية وقطاعاتها الإنتاجية. وعلى مدى أسبوع كامل سيتابع المشاركون عديد العروض النظرية والتطبيقية حول طرق وميكانيزمات التقرير الإذاعي المكتمل وأساليب إيصال المعلومة بوضوح وإيجاز وكذا آليات جذب اهتمام وانتباه المستمع. الشراكة بين إذاعة موريتانيا وهيئة الإذاعة البريطانية عريقة تليدة، ولو لم توجد تلك الشراكة لوجب استحداث وخلق تلك العلاقة والشراكة، وذلك لما تتقاطع فيه المؤسستان العريقتان الحافظتان للتاريخ اللتان يمكن نعتهما بالذاكرة لما تتقاطعان به إذا من مبادئ وأهداف ومقاصد وأخلاقيات ومهنيات وأعراب وتقاليد. وبدورها أشاد المدير العام لإذاعة موريتانيا السيد عبد الله وليعقوب الحمد الله بالدور التاريخي لإذاعة موريتانيا بدءا من مواكبة إنشاء دولة موريتانيا الحديثة، إضافة إلى كونها شكلت مدرسة ثقافية وفكرية خرجت أطرا ونخب ساهمت في بناء الدولة الموريتانية الحديثة. أما مؤطر الدورة التكوينية الدكتور فؤاد عبد الرازق من هيئة الإذاعة البريطانية فقد نوه بالعناية التي توليها الإدارة العامة لإذاعة موريتانيا لتكوين وتأطير الكادر البشري بالإذاعة. ونوه الأستاذ عبد الرازق بمستوى الشراكة والتعاون بين إذاعة موريتانيا وهيئة الإذاعة البريطانية، واستفاد منه حتى الآن
عديد الصحفيين الموريتانيين. أطلقت منظمة العمل ضد الجوع بالتعاون مع قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بولاية قديماق القافلة التحسيسية الثالثة حول مضامين الكتيبات الخاصة بالتحسيس بأهمية الغذاء المكتمل ومحاربة سوء التغذية. وخلال هذا الحفل أكد والي قديماق السيد جلو عمر أمدو أن هذا النشاط يدخل في إطار البرامج التي تنفذها منظمة العمل ضد الجوع من أجل تحسين الأوضاع الغذائية والصحية للسكان وتغيير عقلياتهم إلى الأفضل. ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد محمد فالو البكاي أبرز الدور الذي تلعبه الصحة والنظافة في محاربة سوء التغذية في صحة المواطنين. رئيس منظمة العمل ضد الجوع السيد كونترا جيسوفو أكد أهمية الموضوع مبرزا عمل منظمته في مجال الصحة والغذاء ودور ذلك في التحسين من الأوضاع الغذائية والصحية للسكان. تنتشر في مختلف أنحاء العاصمة محلات بيع الدجاج وهو ما يفسر دخول هذه المادة الغذائية بقوة في الوجبات الغذائية اليومية. على الرغم من ذلك يشكو البعض من الظروف المحيطة بذبح وعرض الدجاج وارتفاع تسعيرته أحيانا على حساب وزنه. الغذائية اليومية تحتم في جوانب هامة منها استعمال لحوم الدجاج التي أخذت محلات عرضها وبيعها تتسع على نطاق كبير. طرق عرض الدجاج تحيل في عديد حالاتها إلى عدم اعتماد نظام موحد يستوفي شروط المحافظة أثناء الذبح والحفظ من جهة، ومن جهة أخرى تغيب فيه معايير موائمة الوزن للتسعيرات المحددة للدجاج نظرا لتفاوت أحجام الدجاج في محل العرض الواحد. مسائل مجتمعة أبرزت تساؤلات تنتظر أجوبة تحمي المستهلك في طلبه تحت الحاجة والضرورة من ضغط الأسعار وتراجع الأوزان في لحوم الدجاج في الوقت الذي تغيب الظروف المناسبة للإطمئنان على صحة ونظافة المعروضات من الدجاج. ونلفت عنايه مشاهدينا الكرام الى ان حلقه الليله من برنامج تحت الضوء التي تاتيكم بعد هذه النشره تستعرض ظروف عرض ورقابه اسعار الدجاج. ومن نشاطات الأحزاب السياسية، نظم حزب التحالف الوطني الديمقراطي أمس في مقاطعة الرياض مهرجانا بمناسبة انضمام مجموعة من أطر المقاطعة إلى صفوف الحزب. وبهذه المناسبة قال منسق المجموعة المنضمة السيد بابا والمحمد إن تبني مجموعته المنضوية تحت مظلة تيار المستقبل من أجل العدالة والديمقراطية لبرنامج حزب التحالف الوطني الديمقراطي لم يأتي من فراغ، وإنما بعد التأكد من تطابق الرؤى فيما يتعلق بالحرص على الوحدة الوطنية والتمسك بنهج الحوار لإيجاد الحلول للقضايا المطروحة بالطرق السلمية المجدية بعيدا عن جلب حلول لها من الخارج. وأكدت كل المداخلات التي انصبت في هذا الاتجاه على تعلق المجموعة بخيارات الحزب الذي يرفع شعار العدالة الاجتماعية في خدمة التنمية. رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي رحب بالمجموعة المنضمة إلى صفوف حزبه وقال إن تحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بتوفير التعليم والصحة وتشغيل كركائز أساسية لكل تنمية. العدالة الاجتماعية كهدف نبيذ الوصول لا بد من أول شيء هو توفير التعليم لأبناء الفقراء والمحرومين المهمشين. على باقي شيء الصحة. الصحة لا بد من الصحة للجميع. النقطة الثالثة هي التشغيل. لكن حل مشكلة التشغيل، مشكلة التعليم، مشكلة الصحة إلى تحل مشكلة المساواة، مشكلة الفقر، مشكلة العدالة الاجتماعية. نتكلم عن موضوع الحوار اللي شاركنا فيه مؤخرا، وبهذا الحوار عندنا شيء قالوا الاستغناء عن مؤسسات تكلف ياسر كاهن دافع الضرائب وتمجنا مؤسسات كان بالنسبة لهم ذول اللي يدوروا نتائج الحوار لا يطالوا الشعب الصوت لهم، وذول اللي بالنسبة لهم الحوار غير وجدي وهذا رأيهم محترمه لهم لا يطالبوا الشعب يصوت ضده تخلق منازلة سياسية يخلق فيها وعي سياسي، يخلق فيها تبادل آراء، يخلق فيها نقاش، ويدعم الديمقراطية، ويدعم آراء الأطراف كلها. ولكن للأسف الطرف الثاني قرر المقاطعة، وبالتالي تحولت المناسبة السياسية اللي كانت هدف عندنا إلى منطقشين نسبة التصويت كان 20% ولا 40%، وبالتالي عادة يخل. ما قلت لك أموال الشعب الموريتاني ودافع الضرائب وتسجل. كان نسبة التصويت على ناهي والله 40% ولا 50% وصل لها يخاف، بالتالي عاد من الأحسن من الأرخص للمواطنين إنه ملحظ
عبر المؤتمر البرلماني. كان ذلك السيد يعقوب اللمين رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي. نظم حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم مساء أمس في مقره حفلا بمناسبة الذكرى 11 لتأسيسه تحت شعار نضال مستمر لفرض التغيير. وقد أوضح المتدخلون في هذا الحفل أهداف هذا اللقاء المتمثلة في تغيير واقع الشعب الموريتاني للأفضل والبحث عن حلول لأهم المشاكل المطروحة على المواطنين في شتى جوانب حياتهم التنموية. وتطرقت المداخلات إلى المشاكل ذات الصلة بالصحة والتعليم وارتفاع الأسعار. رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم السيد صالح المحمد والحنان أكد أن الحزب ماض في تنفيذ برنامجه، مبرزا أن العشرية الأولى من عمره تميزت بأنشطة متعددة ساهمت في تحريك الساحة السياسية في البلاد. 11 سنة خلت من عمري هذا المشروع الذي اجتمعنا عليه والذي نرجو من العلي القدير أن يكون أداتنا إن شاء الله لتغيير واقع هذا الشعب المسحوق. كما اتفقنا قبل أن نودع ملف الحزب وكما عبرنا عن ذلك أكثر من مرة، أردنا هذا المشروع إضافة نوعية وليس رقما جديدا ينضاف إلى عدد الأحزاب السياسية الموجودة. صحيح أن العدد زاد بعد ذلك ليصل إلى حدود 100، لكن ما زلنا على يقين أن رسالة حاتم ومشروع حاتم كما كان متميزا سيظل إن شاء الله متميزا وسيبقى وفيا لآمال وتطلعات هذا الشعب العظيم. نظم الحزب الموريتاني للديمقراطية والرفاه مساء أمس في مقاطعة دار نعيم مهرجانا شعبيا تحت عنوان التحدي والاقتناع، وذلك بحضور العديد من مناصري الحزب ومؤيديه وقادة الحزب. وكان هذا المهرجان فرصة أكد فيها قادة الحزب على أهمية تفعيل عمل الحزب في المشهد السياسي الوطني وضرورة إنشاء هياكل تمكن مناصري الحزب في جميع الدوائر الانتخابية من التواصل بقيادة الحزب. كما كان المهرجان فرصة لشرح برنامج الحزب ورؤيته السياسية حول مختلف القضايا الوطنية والدولية. رئيس الحزب السيد عليون المحمد بابا تحدث خلال هذا المهرجان عن موقف حزبه من بعض القضايا الوطنية خلال هذا المهرجان. أود أن أشير إلى أن الحزب يولي أهمية خاصة للوحدة الوطنية في البلد باعتبارها السبيل الأمثل للوصول إلى تنمية مستدامة. والوحدة الوطنية لها عدة جوانب، فهي اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية، وعلى كل موريتاني أن يعمل من موقعه وحسب جهده على ترسيخ الوحدة الوطنية، كما أن على الدولة أن تعمل بالتعاون مع الشركاء الفنيين والاقتصاديين على بلورة خطة وطنية لتنمية المناطق الفقيرة في كافة أنحاء الوطن ومحاربة آثار الاسترقاق ومخلفات الإرث الإنساني وطي تلك الصفحة من تاريخنا السياسي. وموريتانيا كما تعلمون ظلت تلعب دورا هاما في ترسيخ وحدة الشعوب العربية والإفريقية ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في كافة أرجاء القارة الإفريقية عن طريق علمائها الأجلاء الذين أسهموا في بث روح الإخاء والمحبة بين الشعوب الإفريقية، ومن هنا كانوا بناة حضارة حيثما حلوا. تحت شعار حسم الهوية نظم حزب نداء الوطن مساء أمس مهرجانا شعبيا أمام مناصريه في مدينة الوادبو. واستعرض ممثل الحزب الوضعية السياسية الراهنة في البلاد وضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية
لإنشاح الاستحقاقات القادمة. وأجمعت المداخلات في هذا المهرجان على أهمية المحافظة على المكاسب التي حققتها البلاد منذ الاستقلال وحتى اليوم خدمة لجميع فئات المجتمع. رئيس حزب نداء الوطن السيد داود أحمد عيش تحدث بهذه المناسبة مبرزا الإنجازات التي حققتها موريتانيا، مؤكدا بأن الاستحقاقات القادمة يجب أن تكون فرصة أمام الجميع للنهوض بالبلاد إلى بر الأمان في جو من الديمقراطية والاستقرار. كيف عدل دوره؟ لا بد أولا تطرح سؤالين، السؤال الأول هو من نحن، والسؤال الثاني هو إلى أين نحن ذاهبون. نحن عدلنا دولة سابق الثورة عن أحلى شنهومة وسابق نعرفوا هاي الدولة شن دوروا بيها، لغير هاي الدولة ما كان قدامها تراكم دولة، ما كان قدامها لا ولا فيرو ولا ضرائب ولا شيء سوى وشنهم، وجاءوا رجال وطنيين كانوا واعين ذاك الزمن وجاءوا لغير ما كان قدامهم عدل المهولة. نحن مجتمع عربي يعيش في الصحراء الكبرى، اليوم راعوا في المشهد السياسي فيش من الأمور نختار هذا هون موجهولكم وموجهول السياسيين أو ما يسمى بالنخبة السياسية الموريتانية. عنا نحن اليوم فترة مصيرية من مستقبل البلد، على أول سنتين فيهم رئيس ناجح بصفة ديمقراطية وموفي مأموريته الثانية وقال عنه ما هو مترشح، هو معارضة لا يتفرض عليها الرئيس عنه يخرج من المشهد السياسي، هذا هو عادل، هو عنده الحق في المشهد السياسي، بمعنى ايش؟ انه لا ترشح وحدين، ترشح 20 مرشح واختر هذا الرئيس عنده واحد منهم، هذا ما يجب حد يحكم عنه. انا بعد اللي نعود مترشح للرئاسه ما قادر يفيد شيء، لا دعم حد، انا وعد معاه الصناديق قادر يفيد لا الاليه الانتخابيه. لنا مشاهدينا الكرام من الشان السياسي الى الشان الاقتصادي والنشطه الاقتصاديه بعد فاصل قصير، صحبه زميلتي الغاليه من تمرشين. شكرا لك محمد بديدي، مساء الخير مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى نشرتنا الاقتصادية التي نبدأها بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. سجلت شركة فولفو الصينية للسيارات اليوم زيادة بنسبة 66% في صافي أرباحها بسبب المبيعات القوية في الصين والولايات المتحدة، وبلغ صافي الدخل 840 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم بدعم من نتائج أرباح لاقت استحسانا وصعود أسهم بنك أنتيسا سان باولو الإيطالية، وارتفع المؤشر ستوكس لأسهم الشركات الأوروبية 0.1% لكن انخفاضا حادا في بورصة لندن والبورصة الألمانية حد من مكاسب السوق. ارتفعت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي زادت فيه ثقة المستثمرين في ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي، لكن احتمال ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بوتيرة أسرع حد من مكاسب الخام، وارتفع خام القياس العالمي بمزيج برنت 55 سنتا إلى 56.54 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا إلى 54.38 دولار للبرميل. مشاهدينا نتابع فيما يلي جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. مشاهدينا ختام النشرة الاقتصادية عودة إلى محمد بديدي وباقي النشرة إلى اللقاء.
شكرا الغالية. وصل وفد روسيا إلى المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي جانداي شاتشيلوف اليوم إلى المدينة السويسرية، حيث ستجرى جولة جديدة من المفاوضات. وتجري هذه الجولة من المفاوضات بمشاركة وفد الحكومة السورية برئاسة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ووفد يمثل الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن منصة الرياض للمعارضة السورية، وكذا وفد منصتي القاهرة وموسكو. ووصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا هذه الجولة من المفاوضات بالفرصة التاريخية، مشددا على أن أعمال المؤتمر تجري في ظل الهدنة الصامتة في سوريا التي دخلت حيز التنفيذ في 30 سبتمبر من العام 2016. سيطرت القوات العراقية اليوم على الجسر الرابع في جنوب غرب الموصل واستعادته من قبضة تنظيم الدولة، بينما تحدث التنظيم عن استعادة أجزاء من الأحياء التي سيطرت عليها القوات العراقية في الجانب الغربي للمدينة. وقال المتحدث باسم قيادة القوات العراقية المشتركة العميد يحيى رسول إن قطعات الرد السريعة التابعة للشرطة الاتحادية استعادت حي الجسوق وسيطرت على الجسر الرابع من جهة النصف الغربي لمدينة الموصل في أقصى الجنوب، وبهذا أصبح الجسر مسيطرا عليه من الضفتين. ويعد الجسر الرابع أول الجسور الثابتة على نهر دجلة من جهة الجنوب، لكنه خرج عن الخدمة إلى جانب الجسور الأربعة الأخرى الرابطة بين جانبي الموصل نتيجة قصفها من طائرات التحالف الدولي. الآن مشاهدينا الكرام النشرة الرياضية وورد من تبع. شكرا محمد بديدي واهلا بكم مشاهدينا الكرام. انطلقت صباح اليوم بمقاطعة الرناعين فعاليات دورة تدريبية منظمة من طرف العصبة الجهوية لكرة القدم بولاية نوشوطة الشمالية، وذلك لصالح عدد من المدربين الفيدراليين من الفئة الأولى. الزميل عبد الحميد سالم حضر وقائع انطلاقة الدورة التكوينية وأعد عنها التقرير التالي. 40 مدربا وطنيا من مدربي الفئة ألف يشاركون في أشغال الدورة التدريبية المنظمة من طرف العصبة الجهوية لكرة القدم بولاية نواشوط الشمالية، وذلك لمدة 5 أيام حول الأساليب والطرق الحديثة في مجال التدريب المعاصر. يسرني حضوركم لافتتاح هذه الدورة الخاصة بتكوين المدربين مستوى أول اتحادي والمنظمة من طرف رابطتنا الجهوية في ولاية نواكشوط الشمالية بالتعاون مع الاتحادية الموريتانية لكرة القدم. وكما تعلمون لا يخفى اليوم على أحد هذا السباق الدولي لهذه اللعبة لما توفره من تطوير لاقتصاديات البلدان، سواء كان ذلك من حيث تنظيم البطولات أو تصدير المحترفين سواء كانوا لاعبين أو حكام أو مدربين. لذلك أتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس الداعم الرئيسي لمنتخباتنا الوطنية، كما